مساء الخير مشاهدينا، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم علشان بكرة. الحقيقة شهدت الأحداث السياسية على أرض الواقع عدة أحداث سياسية، كان أهمها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا اللي استغرقت حوالي يومين ونتجت عنها عدة اتفاقات تجارية اقتصادية سوف تؤثر أو سوف تزيد من قيمة الاقتصاد المصري في الفترة القادمة. نتجت عن هذه الزيارة عدة اتفاقيات، كان أهمها اتفاق حول إنشاء مركز لوجستي مصري خاص بالصادرات المصرية في ميناء البحر الأسود. أيضا قرر روسيا بإقامة منطقة صناعية حرة في مشروع قناة السويس الجديد، ويعد طبعا أو تعد روسيا أول دولة تعلن عن مشاركتها في مشروع تنمية قناة السويس. ما ننساش أبدا أن أيضا أثمرت هذه الزيارة عن انضمام مصر للاتحاد الجمركي اللي بيضم ثلاث دول، روسيا، بيلاروسيا، وأيضا كازاخستان. وده الإضافة أعتقد اللي هتضاف بالنسبة للصادرات المصرية إلى هناك أو الواردات المصرية إلى روسيا، وهتخص طبعا هو رفع التعريفات الجمركية ما بين الثلاث بلاد في شأن التبادل التجاري بينهما. ما ننساش أيضا أن هذه الزيارة أيضا نتجت عنها إصدار أو تصدير حوالي 5.5 مليون طن قمح روسي، لأول مرة بيزداد قيمة الصادرات من القمح الروسية إلى مصر، ويعد هذا لأول مرة يزداد قيمة الصادرات من القمح الروسي إلى مصر. أيضا هناك زيادة للمنتجات والواردات الزراعية من مصر إلى روسيا بنسبة حوالي 30%. بشأن هذا الموضوع والتعاون الاقتصادي والقيمة المضافة اللي هتعود على الاقتصاد المصري بعد زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا وعقد كل هذه الاتفاقات، هنتكلم بالتفصيل في موضوعنا النهاردة أو في برنامجنا النهاردة علشان بكرة، ومن خلال ضيوفنا الكرام المهندس عز الدين جودة عضو اتحاد الغرف التجارية ومن أكبر مصدري المنتجات الزراعية إلى روسيا، أيضا المهندس السيد البدوي عضو اتحاد الصناعات المصرية. ده هيكون موضوعنا الأساسي، لكن هناك أيضا عدة أحداث سياسية على أرض الواقع. بنستهل هذه الأخبار بزيارة الرئيس السيسي إلى السعودية وما نتج عنها من تعاون اقتصادي وأيضا أشياء مثمرة هتعود على الاقتصاد المصري بالنفع. بيبلغ حجم الاستثمارات السعودية المصرية حوالي 27 مليار ريال، ولكن هناك حجم أموال أو بعض الشركات المتعثرة بتبلغ حوالي 5 مليار ريال. الحقيقة أن طبعا هذه الزيارة نتجت عن تعاون اقتصادي تمثل فيه ثلاث شركات سعودية مصرية في مجال إعادة هيكلة الشركات المتعثرة، وأيضا شركات تخص استيراد السلع المصرية، يعني استيراد السلع المصرية من مصر إلى السعودية فيما يحتاج السعودية من بعض المنتجات الزراعية أو أي منتجات بتصدرها مصر. أيضا هناك شركة هتخص تدريب العمالة المصرية اللي بتعمل في السعودية، وهنلقي الضوء على هذا الموضوع من خلال الأستاذ نصر زعلوق وهو مراسل الأهرام في الرياض. أستاذ نصر أهلا بحضرتك. أحب أتكلم على أفاق التعاون الاقتصادي السعودي المصري في الفترة القادمة ونتائج الزيارة في هذا الأسبوع، في مستهل هذا الأسبوع زيارة السيسي إلى السعودية. عايزة يعني ألخصها في بعض الأشياء اللي ممكن تعود على الاقتصاد المصري وللناس تحس أن في مردود اقتصادي وقيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال هذه الزيارة. طبعا زي ما حضرتك قلتي أن في الزيارة كانت مهمة جدا، هي بدأت يعني يوم 10 أغسطس، استغرقت حوالي 14 ساعة، بدأت بمقابلة الملك عبد الله بن عبد العزيز، وحصل مناقشات سياسية وتنسيق مواقف تجاه الأوضاع العربية. لكن حضرتك بتتكلمي في أغسطس الشق الاقتصادي، كان في نفس اليوم بالليل تم مقابلة رجال الأعمال السعوديين بحضور الأمير مصر بن عبد العزيز، الرجل الثالث في المملكه ولي العهد السعودي، اللي استضافوا على عشاء عمل بحضور رجال الاعمال مجلس الاعمال السعودي، اللي كان لديهم اللي هم لديهم استثمارات كبيره في مصر،
وذلك لبحث الامن الاقتصادي وتنميه الاستثمارات السعوديه بين البلدين. حضرتك عارفه طبعا الاستثمارات السعوديه كبيره جدا في مصر، وكان هدف الزياره تنميه المشروعات وازاله اي عقبات تعيق هذه الاستثمارات او اي مشكلات. احنا عرفنا ان مجلس الاعمال السعودي المصري اعلن عن 3 شركات زي ما قلتهم في المقدمه، اعتقد حضرتك تابعتها معايا، لكن خلينا نتكلم على جزئيه الشركه اللي بتخص الاموال او الشركات المتعثره السعوديه المصريه في ذلك الوقت. يعني هل تم اجراءات معينه بصددها؟ هل عندك معلومه معينه من المجلس المصري السعودي انه في استعداد لحل هذه المشكلات من خلال اقتراح بتشكيل لجنه برئاسه رئيس الوزراء من خلال خطاب قدم للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المقابله بيتم فيه الشركات اللي هي حصل فيها مشكلات سعوديه في القاهره او في مصر عموما يتم حلها بشكل مناسب على اساس يبقى فيه استكمال لتنميه الاستثمارات الموجوده. طبعا الجديد في المساله دي او في الزياره انه ابدو يعني استعدوا الوسائل يعني لغايه دلوقتي مجرد هكلمك على الجديد حضرتك. اتفضل. مساهمة القطاع الخاص السعودي المصري في مشروع قناة السويس الموازي اللي هو جديد ده مشروع قومي اللي هو اللي افتتحه الرئيس السيسي. والحاجة الثانية الحكومة المصرية الخاصة بتنمية القطاع الزراعي في القطاع الزراعي في مصر مع الوضع في الاعتبار استخدام الوسائل اللي بترشد المياه لإتمام هذه المشروعات الاستثمارية الزراعية الكبرى اللي بتحتاج ليها مصر في المرحلة المقبلة. برضو رجال الاعمال السعوديين هيساهموا في مشروعات محدده زراعيه. الرئيس برضه في حاجات طرحت امامه هيساهموا في مع شركات المقاولات المصريه في تشغيل الطريق الموازي اللي هو بجانب القناه السويس الجديده بما يقدمه من خدمات ومستودعات بتعمل في مصر. بالفعل الشركات دي موجوده. واخر حاجه المشروع المطروح من وزاره الطيران المدني اللي هو ايربورت اللي هو ايربورت سيتي الخاص بتنميه المناطق المحيطه بمطار القاهره الدولي اللي بتحتاج لمشاركه شركات عملاقه من دول الخليج طبعا، لان تكلفه المرحله الاولى لا تقل عن 10 مليارات جنيه. يعني هايل. ثلاث حاجات اتفضلي. هايل طبعا، يعني ده هيبقى مردود كبير على الاقتصاد المصري في الفتره الجايه، هيوفر فرص عمل خصوصا ان احنا عندنا معدل البطاله يعني زاد عن 13%. بشكر حضرتك واكيد مزيد من التواصل في الفتره القادمه حول بقى الاجراءات الاساسيه او بدايه الاجراءات الخاصه بهذه الشركات وهذه المشروعات اللي حضرتك ذكرتها. البورصه المصريه برغم ان امبارح كان ذكرى فض رابعه وايضا النهضه، ولكن لم تتاثر بهذه الاحداث على غير العاده، او يعني عادة بنقول ان البورصة المصرية بتتأثر بالأحداث والاحتفالات او نظرة تفاؤلية او نظرة تشاؤمية للامور، برغم ان كان في أحداث إرهابية بسيطة على مستوى يعني ضيق الى حد ما في اكتر من مكان، ولكن حتى الان لم تتأثر بها البورصة المصرية. المستثمرين الأجانب بكثفوا من شراء الأسهم، هناك صعود في خلال هذا الأسبوع تمثل في ارتفاع لمؤشر إيجيك 30 الرئيسي بنسبة 1%، ولكن من المتوقع أن يكون هناك عمليات جني أرباح الأسبوع القادم، يعني يبقى في نزول أو هبوط للبورصة المصرية. من الموضوعات المهمة برضو اللي احنا عايزين نركز عليها من خلال الأخبار الخاصة ببرنامجنا، خبر خاص برئيس الحكومة محلب. رئيس الحكومة امبارح أجرى مؤتمر صحفي أعلن فيه عن طريقة لتمويل مشروع تنمية قناة السويس، وكان أهمها إصدار شهادات استثمارية بعائد 12%. وده من خلال البنوك القومية، وأيضا هناك شهادات استثمارية بقيمة 100 جنيه للأفراد فيما يخص الأفراد اللي خاصة بالضمان الاجتماعي. طبعا كان هناك كلام حوالين أن يبقى في مجموعة سندات أو طرح سندات للاكتتاب، أسهم للاكتتاب من خلال البورصة لهذا المشروع، ولكن فوجئنا أن رئيس الحكومة أعلن عن شهادات استثمارية. عموما هنشوف المؤتمر الصحفي ونرجع نتلقى تليفون نعلق على اختيار الاستثمارات أو شهادات الاستثمارية من خلال البنوك بديلة عن السندات والأسهم، أم هيبقى في أكتر من أداة للتمويل؟ تعالوا نشوف المؤتمر الصحفي. وهذه الشهادة الفايدة عليها 12% وهي لمدة 5 سنوات وتصرف الفايدة كل ربع سنة. الحقيقة
هذا الموضوع له مغزى كبير جدا. بقدر ألخصه في أن هذا الشعب له إرادة، والحمد لله لنا قائد له رؤية، والدول تنمو بذلك عندما يكون قائد، هناك قائد له إرادة وشعب، قائد له رؤية وشعب له إرادة. ده بالضبط اللي جرى. حلم النهاردة بسواعد مصرية، بأموال مصرية، بعقول مصرية. الرئيس السيسي أصدر أمس أيضا قرار بمشاركة البنوك القومية في تمويل قناة السويس. أكيد ليه علاقة بالاثنين، إن أكيد البنوك القومية هي اللي بتطرح الشهادات الاستثمارية. عشان كده هنلتقي الآن من خلال الهاتف مع دكتور جمال القليوبي، مدير مركز المستقبل للدراسات الاقتصادية. أهلا بحضرتك يا دكتور. شكرا على سيادتك وعلى ضيوفك الكرام. دكتور، بداية يعني احنا سمعنا حضرتك اكيد تابعت الفقرة دي، وتابعت كمان مؤتمر الصحفي الخاص برئيس الوزراء انه اعلن عن اصدار شهادات استثمارية بعائد 12% من خلال البنوك القومية كوسيلة لتمويل مشروع قناة السويس، كما اصدر ايضا قرار من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بان يكون البنوك هم اساس التمويل في مشروع قناة السويس. هل تعتقد ان مش هيبقى في وسيلة تمويل اخرى او اداة تمويل اخرى غير الشهادات الاستثمارية، او فيما يخص اساس التمويل يبقى البنوك القومية بعيدا عن السندات والاسهم كما ذكر بعض الاقتصاديين فيما سبق حوالين أدوات التمويل بالنسبة لمشروع تنمية قناة السويس؟ دعيني أتحدث على نقطتين. النقطة الأولانية احنا بنركز على قناة السويس الجديدة، والنقطة الأخرى هي محور قناة السويس. بالنسبة لقناة السويس الجديدة، أنت تعلمين سيادتك جيدا أنه في خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده في بداية افتتاح تدشين المشروع لمحور لقناة السويس الجديدة يوم 5 أغسطس، كان هناك تكليف وإلزام من رئيس الدولة بأن تكون هناك نوع من الوطنية وراء هذا المشروع، وخاصة في أنك أنت بتكلمي على أن العائد لو تتذكرين جيدا في حلقة لي سابقة قد نوهت على أن هذا المشروع هو مشروع لزيادة كفاءة العائد والربح من قناة السويس، وبالتالي كان السؤال الشاغر لكل المواطنين كيف يمكن أن يكون هذا المشروع مشروع وطني تماما، وكيف يمكن أن يشارك المواطن في هذا الصرح الاقتصادي. وبالتالي كان الإجابة سريعة في قرارات رئيس الجمهورية، وهي قرارات 3 بتمحد وتغلق كل الأفواه والعقول اللي كانت تشكك وما زالت تشكك، وأقصد بها كثير من الجماعات وكثير من المؤسسات وكثير من التساؤلات في الشارع. وكان بالتالي نمرة 1 أي هيئة سوف تكون مسؤولة أمام الرأي العام ومصداقيتها أمام المواطن المصري عندما يضع هذه المال أو هذا المال في هذا الصرح، فله مصداقية وله أمان. وبالتالي كان السؤال إلزام هيئة قناة السويس بأن تكون الهيئة الإلزامية لكل إيرادات واستثمارات هذا المشروع، وبالتالي هذا نقطة ناصعة في سجل قناة السويس الذي هو ليس هناك مجال للشك لأي عقلية في أن تفكر من هذا الصرح القوي المستمر عبر التاريخ. لكن خليني نرجع لأدوات التمويل اللي دي الأهم بالنسبة لي. النقطة رقم 2، ما هي أنا راجع لسيادتك فيها. نقطة رقم 2 كنا بنفكر طيب كيف يمكن أن يكون الدعم؟ هل يمكن أن يكون أسهم؟ هل يمكن أن يكون سندات أم أي وسيلة أخرى؟ وبالتالي من خلال التحليل المصرفي في الفترة السابقة وجد أن الأسهم لا يمكن الاستمرار بها إلا أن كانت أسهم محددة، ولا يمكن مشاركة أي أحد في أن يكون له امتلاكية في هذا المجرى الملاح. نمرة 2، لا يمكن أن تكون سندات لأن لا يمكن أن يكون هناك نوع من السلفة اللي هي تأخذ المشروع ولا بد من عودتها. النقطة رقم 3 وهي إيجاد الفكرة الذكية القديمة والتي كانت من بداية العهد الناصري سنة 1961، وهي تم إصدار شهادات استثمار البنك الأهلي، وكانت هذه الشهادات هي في عمق وصميم المشروعات القومية. إذن الهدف الأساسي من إصدار شهادات استثمارية من خلال البنوك القومية هو أن يكون المواطن يستثمر وليس يملك أي قطعة أو أي شيء داخل أي قناة، حتى لو مستثمر أجنبي، لأن من الواضح أن هيبقى هناك مجموعة من الشهادات الاستثمارية
استثمارية بالقيمة الدولارية لمجموعة من الاستثمارات الأجنبية أو الأجانب أو المصريين اللي عايشين في الخارج. ده مظبوط؟ يعني خلاصة الموضوع أن الشهادات الاستثمارية هتضمن تمويل ولكن بدون ملكية. دعيني بس اوضح ايه ليه الشهادات الاستثماريه. اولا الشهادات الاستثماريه دي شهادات بتبقى اسميه ولا يجوز التصرف فيها غير وغير قابله للتحويل او التنازل او التداول او الرهن او ان هي يتصرف فيها باي شكل اخر. نمره 2 لابد ان تكون مستديمه لمده 5 سنوات معايا. نمرة 3 الجديد في هذه الشهادة الاستثمارية هي قناة السويس ان هي تعتبر اعلى مستوى استثماري موجود في الاراضي المصرية، وبكلمك على عائد يصل الى 12% بالمقارنة لكل الشهادات الاستثمارية المطروحة الان من خلال البنوك المصرية وكذلك الاجنبية. وبكلمك على اعلى شهادة استثمارية موجودة على مصر الان هي 9.7%، وبالتالي الشهادة لهي قناة السويس تصل الى 12% عائد وتصرف كل 3 شهور. النمرة اللي بعد كده ان هذه الشهادات لا تباع الا بحد وبحد اقصى، الحد الاقصى بتاعه 10 100 جنيه 1000 جنيه، وبالتالي هذه هي الحدود كلها. الحاجة الثانية متاحة ايضا بالقيمة الدولارية وبالعملة عملة الاوروبا اليورو، وبالتالي تصل الى حوالي 1000 دولار قيمة الشهادة بالعملة الدولارية او بعملة اليورو. اخر نقطة ان هذه الشهادة لا يمكن ان تطرح لاحد إلا في خلال 5 سنوات الاستثمار، وبالتالي هذه شهادة واضحة إلى أن هذا المجرى الملاحي هو مجرى يعود إلى السيادة المصرية، استثماراته للسيادة المصرية، وهي نقطة التزام من الرئيس صانع القرار إلى التنفيذيين وأصوليات هذه الشهادات من هيئة قناة السويس وكذلك نوعية البنوك المصرفية والتكتل المصرفي لدعم هذا المشروع. يبقى إذن انتهى الجدل الدائر بين اقتصاديين والخبراء ورجال الأعمال حوالين وسائل التمويل الخاصة بمشروع تنمية قناة السويس ما بين السندات أو الأسهم وقوانين اللي تخص الاثنين. وإذن يعني الرأي الآن للحكومة والرئيس أن لا ملكية في مشروع تنمية قناة السويس، ولكن هناك استثمار سواء من دول أجنبية سواء من أفراد أجانب سواء من أفراد مصريين من خلال إصدار شهادات استثمارية تطرح عبر البنوك القومية. بشكر دكتور جمال القليوبي على هذا التعليق، ونشوف تقرير حول العلاقات أو تاريخ العلاقات الروسية المصرية سواء السياسية أو الدبلوماسية أو الاقتصادية، ونبدأ حلقتنا مع ضيفنا الكرام. بحفاوة تليق بالأمة المصرية استقبلت روسيا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية استقبالا رسميا بدأ من سماء الأجواء الروسية، حيث أحاطت طائرات سخوي الروسية طائرة الرئاسة حتى وصولها إلى أجواء مقاطعة سوتشي التي شهدت أول استقبال رسمي لرئيس دولة. وعقب تفقد حرس الشرف شاهد الرئيس السيسي بعض المعدات العسكرية الروسية في مطار سوتشي. Товарищ министр, уважаемый господин президент Республики Египет, представляю вам отдельные образцы вооружения военной техники, стоящие на вооружении в войсках Южного военного округа. فخامة الرئيس مع الوزير أقدم لكم نماذج من المعدات العسكرية الموجودة في الخدمة في الدائرة العسكرية الجنوبية الروسية. ثم صاحب الرئيس فلاديمير بوتين الرئيس السيسي لاستعراض قلعة سوتشي الأولمبية وما تمتلكه من إمكانات رياضية وترفيهية. هل ممكن متر؟ ثم صاحب الرئيس فلاديمير بوتين الرئيس السيسي لاستعراض قلعة سوتشي الأولمبية. كل مرحبا لي صديقي. وبعدها تحرك الرئيسان بين المواطنين في ضواحي سوتشي ومزاراتها. ثم عقد السيسي وبوتين لقاء ثنائيا موسعا
حضره الوفد المصري، تناول خلاله عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث وضح جليا رغبة الجانبين في العودة إلى عمق العلاقات بين البلدين. عودة مرة أخرى للاستوديو مع ضيوفنا الكرام، ونتحدث عن أفاق التعاون الاقتصادي ما بين مصر وروسيا بعد زيارة الرئيس السيسي في منتصف الأسبوع الماضي. وبرحب بالمهندس عز الدين جودة، عضو اتحاد الغرف التجارية وأكبر مصدري المنتجات الزراعية إلى روسيا. أهلا بحضرتك. وأيضا برحب بالمهندس السيد البدوي، عضو اتحاد الصناعات المصرية. أهلا بحضرتك. بداية، يعني من المتعارف عليه حسب ما شفنا بعض المصادر سواء الصحفية أو مصادر دبلوماسية حوالين الحجم، الاستثمارات الروسية في مصر بتبلغ حوالي 67.71 مليون دولار، و حجم الاستثمارات المصرية في روسيا هناك بتبلغ حوالي 13.7 مليون دولار. ما صحة هذه المعلومات خصوصا حضرتك في غرف تجارية واتحاد الصناعات؟ واعتقد ان الارقام يعني على الاقل تقريبية، مش لازم يعني قريبة من الوضع الموجود او تم طرحه من خلال المصادر الصحفية، ام هناك اخطاء؟ بداية حضرتك، انا مش عضو في اتحاد الغرف التجارية، انا شرفني ذلك يعني، بس مش عايزين ناخده اكتر من حقنا حضرتك. انا في المجلس السلعي لتصدير الحاصلات الزراعيه، مصدر بس مش اكبر مصدر برضه، مش اكبر مصدر يعني يعني برضه عشان يبقى ايه المعلومات دقيقه. بس حضرتك لروسيا احنا بنصدر حضرتك موالح، بصل، بطاطس، ماشي، عنب، يعني الحاصلات الزراعيه عموما حضرتك، ماشي. وهي الحاصلات الزراعيه كم واحد مع حضرتك في مجلس السلع بيصدر مع حضرتك الى روسيا، وايه حجم المنتجات الزراعيه اللي هم بيحتاجوها؟ وده يخليني ابتدي من خلال الاتفاق الاخير، هو زياده حجم واردات المصريه الى روسيا من المنتجات الزراعيه بنسبه 30%. لاي مدى هيفيدكم كمجلس سلع؟ هو هتكلم الاول بدايه، هو البدايه مع روسيا يعني نامل تكون موفقه ان شاء الله، لان روسيا النهارده حضرتك مش هي الاتحاد السوفيتي اللي احنا كنا بننظر له زمان. لا، روسيا النهارده بلد مؤسسات، فيها مستثمرين، فيها رؤوس اموال شغاله، فيها هايبرات ومنشات كبيره حضرتك، فاصبح الاستثمار فيها غير ما كنا بننظر للاتحاد السوفيتي اللي هو كان شغال زمان، فاحنا اهملناها فتره طويله. بدايه روسيا بالنسبه لنا حضرتك سوق كبير ولنا فيه فرصه، والسوق قريب مننا، يعني بيننا وبين ميناء نوفرسيسك اللي هو اكبر ميناء بيستقبل صادرات 5-6 ايام باصغر مراكب كمان، مش باكبر مراكب، ولنا فيه فرصه. يعني المفروض احنا مزرعه روسيا في الشتاء حضرتك، ماشي فندم؟ فحجم الصادرات اللي احنا بنتكلم عنه بالنسبه للمجلس بتاعنا بتاع الحاصلات الزراعيه ده عمل طفره في روسيا، يعني وصلنا حوالي حضرتك 300 مليون دولار سنويا صادرات زراعيه بس، من مجمل الصادرات المصريه كلها روسيا 400 وشويه، يعني احنا اكتر من الثلاث ارباع حضرتك تقريبا. طب حضرتك تقولي بقى مصدر مش من اكبر مصدرين؟ لا، مش انا اللي مصدرهم كلك، ما هو ده انا بتكلم على مصر كلها هي اللي مصدره حضرتك الكم ده يعني. فاحنا عملنا طفره، والطفره دي كان لها سبب، يعني هم حضرتك في العهد السابق برضو ادوا ميزات كويسه وادوا دعم للمصدرين اللي كانوا بيصدروا روسيا. إيه كويس؟ ايه الدعم اللي خدتوه من روسيا؟ كنا بناخد عطلنا حوالي 75 دولار في فتره من الفترات، فعملت معانا طفره فقدرنا نغزو السوق الروسي، حتى سلعه زي الموالح بعد ما اتشال عليها الدعم. ده 30/6 ولا؟ لا لا لا، ده من قيمه 10 سنين حضرتك. 10 سنين ده زي ما احنا عرفنا وقرينا في بعض المصادر الصحفيه ان هناك اتفاقيات ما بين مصر وروسيا في اطار الغرف التجاريه واتحاد الصناعات وغيرها من هذه الاطر اللي ممكن تساهم في تسهيل التبادل التجاري. لا لا، انا بتكلم عليه حضرتك، هي الحكومه المصريه اللي ادتنا دعم في الاول، فغزينا السوق الروسي، فابتدينا اشتغلنا كويس، رغم ان السلعه زي الموالح اترفع من عليها الدعم حضرتك، لكن زدنا في السوق، ما طلعناش منه، ليه؟ ثبتنا ارجلنا في السوق. طب احتياجات روسيا من المنتجات الزراعيه في الفتره القادمه؟ أيوة، بعد يعني حظر روسيا لبعض الدول اللي بتصدر ليها، اللي في الاتحاد الاوروبي تمام، اللي ساهمت في قرار العقوبات الاقتصاديه، بوتين اصدر حظر على استيراد السلع الزراعيه منها.
منها ليتوانيا والمانيا وغيرها من الدول اللي هنتطرق ليها خلال الحديث. شايف حضرتك احنا هنسد الفراغ ده والى اي مدى هنحقق قيمه مضافه؟ وهل حجم المنتجات الزراعيه اللي موجوده عندنا ممكن يتيح لنا الفرصه في تعظيم قيمه المضافه بالنسبه للصادرات المصريه في المنتجات الزراعيه؟ كلام كويس. الى روسيا ماشي. احنا حضرتك عندنا فرصه ومجال مفتوح لروسيا حاليا، بس يلزمنا شيء، الضرائب او الجمارك هناك على الصادرات المصريه عاليه جدا، لو خفضت هيبقى لنا فرصه كبيره جدا. الناحيه الثانيه ان نكفي ولا ما نكفيش، لا الصادرات اللي بنصدر منها لروسيا اللي هي ان كان في بطاطس ان كان في موالح فيها كميات فايده كتير، وفي نفس الوقت المفروض احنا روسيا تبقى مزرعتنا في القمح وخلافه، واحنا المزرعه بتاعتنا في الشتاء في الخضار والفاكهه وخلافه، لان احنا ملناش ميزه نسبيه على فكره. يعني الناس دايما تتكلم في مصر تقول نزرعوا قمح كتير ومش نزرعوا قمح كتير ونكفوا نفسنا واللي ما يكفيش ده كلام، معلش يغير السياسه الزراعيه في مصر، ده كلام مش صح اطلاقا. احنا ملناش ميزه نسبيه في انتاج القمح، كم القمح اللي احنا بننتجوه حاليا 40% من استهلاكنا، هذا كافي جدا، يجب نرشده استهلاكنا شويه، واعتقد في القرارات الجديده هترشد الاستهلاك بعض الشيء، لكن ملناش ميزه نسبيه في انتاج القمح، الكم اللي بننتجه اعتقد ان هو كافي، واي توسع افقي في انتاج القمح اكتر من كده يدور السياسه الزراعيه في مصر. ممكن نتوسع راسي ان هو بدل ما الفدان يجيب 15 ارداب بيجيب 20 يجيب 25، يعني لكن افقي ان انا اخلي 2 مليون فدان يبقوا 3 مليون فدان ده مش صحيح تماما، واللي بينادوا بيه اعتقد حتى مش يعني صحيح. تقريبا في منتصف الاسبوع كان في لقاء مع رئيس الحكومه مع عده وزراء، سواء وزير التنميه المحليه ووزير البيئه وزير الزراعه، وكانوا اعلنوا عن طرح مساحات للزراعه في الساحل الساحل الشمالي الغربي، وهيتم طبعا زراعه يعني 80 الف فدان تقريبا، وهيتم بناء مدينه سكنيه للعمال. يعني انا اعتقد ان احنا ماشيين في طريق أو التركيز الأساسي على موضوع استصلاح الأراضي وأيضا استصلاح أراضي زراعية، وخاصة أن الساحل الشمالي الغربي جو معتدل وإلى حد ما ممكن يصلح فيه زراعة عدة محاصيل زراعية. هل شايف أن ده مش هينفع؟ الساحل الشمالي شوية ممكن يمشي فيه شوية جمح وكلام زي كده، لكن باقي الأرض الصحراوية اللي بتتصلح زراعة الجمح فيها مكلفة لأن المية فيها مكلفة، فإحنا نشوف الميزة النسبية اللي لنا في الزراعة إيه، وبعدين ما فيش حد في العالم بيكفي نفسه من كل شيء، ممكن نصدر ونستورد طيب. بس المهم ننتج. طب نرجع بقى لاتحاد الصناعات، وكنا قلنا على ارقام وحضرتك قلت لي ما عندناش ارقام مؤكده وما نقدرش نلتزم بالارقام اللي موجوده من خلال المصادر الصحفيه، ولكن على اي حال في استثمارات روسيه مصريه في الطرفين طبعا، في اي المجالات واي القطاعات، وفي اي قطاع بتبرز الاستثمارات الروسيه في مصر، واي قطاع بتبرز الاستثمارات المصريه في روسيا؟ وحضرتك طبعا بداية أحب أشيد بزيارة السيد الرئيس لروسيا، لأنها طبعا زيارة ناجحة بكل المقاييس. احنا بنعتبر حاليا زي ما تفضل صديقي أن روسيا الآن ليست هي روسيا في الماضي، روسيا الآن هي دولة هي دلوقتي صناعية، بقت دولة رأس مالية، هي دولة رأس مالية أما بقتش زي زمان دولة اشتراكية، لا طبعا تحولت، وده من أحد أسباب النجاح والتطور المتميز لروسيا، لأنها كانت بتعتمد ما كانش فيه استثمارات خاصة، ما كانش فيه بتدعم الاستثمار الخاص، ولكن من هذا الوقت فتحت الاستثمارات الخاصة والقطاع الخاص فعلا تطور كتير جدا 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 في روسيا، ونقلها نقلة حضارية صناعية وزراعية وتعدينية بيكون في كل المجالات. فده النهاردة اللي احنا بندور عليه أهم من الأرقام، إن هي سبل التعاون فعلا اللي بيننا وبين روسيا، بنعتبره شريك رئيسي النهاردة في مجال الطاقة، في مجال الصناعة، معدات ثقيلة، معدات حربية، في كل شيء. فاحنا النهاردة بنقول ان احنا ازاي من ناحية السياحة، من ناحية الزراعة، يعني بنتكلم في كل الافاق اللي ممكن نستغلها، هو ده اللي بندور عليه. صحيح سيادة الرئيس قام بالزيارة، ولكن الدور اللي جاي على الحكومة واللجان المشتركة. ايه شايف في تقصير في الحكومات السابقة في موضوع الاستثمارات الروسية المصرية؟ قلت لي اللي فيها عندنا بعض المعوقات. والله هل ما فيش تواصل ما بين الاتحاد الصناعات وما بين الحكومة؟ هل ما فيش طرح مجموعة من القوانين الجديدة لتسهيل الإجراءات التبادل التجاري، حتى لو مش روسيا، حتى لو أي دولة أجنبية أخرى؟
والله انا بصراحة شايف بصراحه احنا هنا بنقول الصراحه انا شايف بدون تحفظ انا شايف النهارده ان الوضع في العلاقه ما بيننا وما بين روسيا في الفتره السابقه كان يعتبر يكون محدود للغايه، وهو اعتمد في الاصل على المستثمرين بانفسهم اللي بيطلع من خلال الاتحاد في معارض، اللي بيقدر يعرض سلعته، اللي بيقدر فعلا بيلاقي اقبال وتميز. يعني مجمل الكلام يعني ان احنا بنقول انها ما كانتش مدروسه بمجهود مجهودات فرديه بدون للوضع السياسي اللي كان موجود بالنسبه للروسيا ولا بالنسبه لمصر بيننا وما بين روسيا العلاقات اللي كانت موجوده ما كانتش على المستوى المطلوب، هي كانت متوتره ايام حكم الاخوان المسلمين. أيه. ولكن احنا بنتكلم مثلا عن العلاقات المصريه الروسيه، دي علاقات تاريخيه يعني ساعات بتبقى في مجدها زي ما قلت في المقدمه ايام جمال عبد الناصر، ثم توترت ايام السادات، ثم عدت مره اخرى في بدايتها مع نظام مبارك. ولكن خلال نظام مبارك كان في علاقات روسيه مصريه، وبنذكر كمان ان كان في استثمارات كبيره في مجال السياحه. يعني اعتقد ان روسيا حتى اثناء الحظر طيران او دخول السياح الى مصر بعد 30/6 كانت اول او من اوائل الدول اللي سمحت لسياحها ان هم ييجوا. هو كان هناك طفره في مجال السياحه بالنسبه للسياحه الروسيه، ولكن انا بتطرق لشيء اهم اللي هو الصناعه، اللي هي الصناعه، وسواء الصناعه اذا كانت زراعيه او صناعيه او تعدينيه فده شيء مهم جدا. خلاص نرجع للصناعه، للصناعه ده برضو من الموضوعات المهمه اللي تخص الشان الاقتصادي، خصوصا ان روسيا ايام جمال عبد الناصر شاركت في بناء السد العالي، طبعا ايضا شاركت في بناء قلاع صناعيه كبيره زي حديد الصلب زي الالومنيوم وغيرها من القلاع الصناعيه اللي تدهورت حالها. يعني احنا سمعنا ان بعد الزياره دي هتعود او هيعود الخبراء الروس لاعاده هذه المصانع المتعثره او المشاركه في اعاده هذه المصانع المتعثره. شايف الى اي مدى من خلال اتحاد الصناعات بقى الاجراءات اللي انتم بتتبعوها او هتاخدوها علشان بقى اللحاق بخطوات الرئيس السيسي، لانه هي خطوات سريعه، لكن دايما يقولوا ان الغرف التجاريه والاتحاد الصناعات والحكومه بطيئه بالنسبه لخطوات الرئيس السيسي، هتعملوا ايه في الفتره الجايه؟ لا انا كان فيها من ضمن الحوار ان انشاء منطقه صناعيه روسيه في مصر، وده شيء مهم جدا جدا جدا. منطقه صناعيه فيها معدات ثقيله، فيها معدات كهربائيه، فيها الكترونيات، وده اللي بتتميز بيه روسيا في الصناعات. هي عندها صناعات تعدينيه ممتازه، عندها صناعات معدات الثقيله، المعدات الثقيله سواء معدات او الات كهربائيه او سيارات او كل ده روسيا بتتميز بيه جدا جدا جدا. فلازم ان احنا النهاردة نستفاد من ده، وفعلا اذا كان هم هيكونوا مكملين لمشروع قناة السويس ويبقوا هم متواجدين بمنطقة حرة ما بيننا وما بينهم، ودي هي دي تبقى الانطلاقة ما بيننا وما بين روسيا، سواء اذا كانت فعلا هيزودوا وارداتنا بنسبة 30% من الحاصلات الزراعية وخلافه، او ان هم يجوا ينشئوا او يطوروا المصانع اللي هي تهالكت او النهارده انتاجها ما عادش زي الاول، اللي هم اساسا هم اللي انشاوها. لا احنا محتاجينهم، ومحتاجينهم اكتر في الطاقه، لان ما شاء الله هم عندهم على النهر وعندهم مصادر للطاقه متعدده. يعني محضرين مشروعات داخل اتحاد الصناعات، أنا بالطاقة دي اهم حاجه الان بالنسبه لي كصناعه. طبعا احنا بنحضر لسبب واحد، لان حضرتك النهارده لو ما استفدناش منهم في مجال الطاقه، وده الاهم، لان النهارده هم عندهم مصادر الطاقه متنوعه، عندهم اذا كان بترول، اذا كان بترول خام، اذا كان غاز، اذا كان فحم نووية. اذا كان فحم هم تاني دوله في العالم منتجه للبترول والبترول الخام، والفحم موجود بكميات كبيرة جدا، وبعد موافقة رئاسة الوزراء على استخدام الفحم في توليد الطاقة بالنسبة للمصانع كثيفة الطاقة، دخول الفحم كان مزيج من الطاقة طبعا الخاصة بالمصانع. عموما معنا الدكتور هاني شادي المحلل السياسي من روسيا. دكتور هاني أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. بداية وقع زيارة السيسي إلى روسيا في الأسبوع الماضي على المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي، وتعليق الصحف الروسية والأوروبية على هذه الزيارة والاستقبال المهيب بالفعل، يعني الرئيس بوتين استقباله للرئيس السيسي.
في الحقيقة الاستقبال بالفعل كان مهيب وكان مميزا ولا أحد يستطيع أن ينكر ذلك. وأي مراقب موضوعي ومحايد لابد أن يشير إلى هذا الاستقبال في الحقيقة يعني، وهذا يدل على رغبة روسية كبيرة في توثيق وتعزيز العلاقات مع مصر، وأعتقد أنه يدل أيضا على نوايا مصرية لتعزيز العلاقات مع روسيا. بالنسبة للجانب الاقتصادي أعتقد أن ما تم في هذه الزيارة هو هام للغاية، خاصة فيما يتعلق بإنشاء منطقة صناعية روسية، والحديث في الحقيقة كان يدور حول هذا الموضوع منذ فترة طويلة بين مصر وروسيا حسب معلوماتي، والآن تم الاتفاق أو على الأقل تم الاتفاق على دراسة مثل هذا الموضوع في إطار مشروع قناة السويس الجديدة، وهذا أمر هام في الحقيقة بالنسبة لمصر لأنه يتضمن أيضا نقل التكنولوجيا إلى مصر. أيضا مشروع مهم أيضا اتفق الرئيسان عليه، وهو دراسة إنشاء منطقة حرة بين مصر والاتحاد الجمركي في الساحة السوفيتية السابقة والتي تتزعمه روسيا عمليا، وهذا أيضا سوف يفتح الأسواق ليس فقط في روسيا ولكن في دول مثل بيلاروسيا وكازاخستان أمام السلع المصرية. النقطة الثالثة والهامة في رأيي هو الاتفاق على زيادة الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية بنسبة 30% تقريبا، وهذه نقطة هامة، وأتمنى أن يهتم الجانب المصري بمعايير الجودة فيما يتعلق بالصادرات، لأن هنا أيضا في منافسة كبيرة بعد الحظر الروسي على استيراد السلع والمنتجات الغذائية من الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الغربية الأخرى. هناك لجنة أو توجد لجنة رقابية روسية لديها معايير معينة لإدخال السلع إلى السوق الروسية، والرئيس الروسي كما نعلم وعد بتسهيل دخول هذه السلع، ومن ثم أعتقد أنه يتعين على المصدرين المصريين أن يهتموا بالسلع. هل كان هناك مشكلات خاصة دكتور هاني، هل هناك مشكلات خاصة بمعايير الجودة بالنسبة للمنتجات الزراعية فيما سبق وبالتالي حضرتك بتركز عليها من خلال إجابتك لسؤالي؟ هل في بعض المشكلات يا ريت حضرتك برضو يعني تقولها لي، خصوصا ان انا يعني ضيوف الكرام من الاتحاد الصناعات وايضا من الاتحاد السلعي، وبالتالي هيبقى مفيد ان حضرتك توصل الرساله ايه المشاكل اللي بتشوفها ان في مشكله خاصه بالمنتجات الزراعيه او معايير الجوده لا تتمثل في المنتجات الزراعيه المصريه. أود أن أشير أن معايير الجودة هنا عمليا في روسيا هي نفس معايير الجودة في دول الاتحاد الأوروبي، ومن ثم هي مرتفعة. نحن نعلم أن روسيا حظرت استيراد البطاطس المصرية منذ عدة أعوام عشان الإيكولا تقريبا فطر الإيكولا. نعم ده حاجة من 3 سنين تقريبا بعد الثورة، 3 سنين ثم رفعت هذا الحظر، والبطاطس المصرية موجودة في الأسواق وفي موسكو أنا أشاهدها وأشتريها، ارتفع مستوى جودتها بالفعل، وأشير إلى أن فعلا عليها إقبال، ومن ثم أنا أشير إلى ضرورة الاهتمام بالمعايير والالتزام بها، وخاصة أنه على حسب المعلومات المتوفرة لدي أن لجنة الرقابة على المنتجات الزراعية الروسية سوف ترسل وفدا إلى القاهرة إلى مصر لتحديد المنتجات الزراعية التي سوف تستوردها وهل هي مطابقة للمعايير الروسية الصحية أم لا. أتمنى أن يهتم المصدرين لأن هذه فرصة كبيرة، ولأن أمامنا العديد من المنافسين في الحقيقة. روسيا أيضا اتفقت مع تركيا وإيران والمغرب ودول أمريكا اللاتينية لتصدير السلع والمنتجات الغذائية إلى السوق الروسية بسبب هذا الحظر، هي فرصة كبيرة ومهمة جدا. أيضا بالنسبة لمجال التعاون في الحقيقة بعد زيارة الرئيس السيسي أعتقد مجال التعاون في الطاقة والطاقة بجميع أنواعها وخاصة الطاقة النووية السلمية على حد المعلومات المتوفرة لدي تم بحث هذا الموضوع أيضا في موسكو بين الرئيسين، ومن ثم هناك مجموعة كبيرة جدا من الملفات الاقتصادية تم التطرق إليها. وفي رأيي الشخصي المهم في هذا الموضوع هو مواصلة الموضوع حتى النهاية وتنفيذ التنفيذ. مشروعات بالفعل على إجراءات التنفيذ. أنا بشكر حضرتك على هذه المداخلة وعلى نقل الصورة من وجهة نظر روسيا أو من وجهة نظر المحللين الروسيين من روسيا. أعتقد يعني المهم الزيارة أو التعاون الاقتصادي الروسي المصري يعني للجانبين مهم.
في هذا الوقت بالذات، لأن روسيا أعتقد بتعاني كمان من أزمة اقتصادية في الفترة الحالية، ومصر كمان بتعاني من أزمة اقتصادية. وأعتقد أن من مصلحة روسيا التعاون مع مصر، أن السوق المصرية سوق كبيرة وممكن برضو يبقى مهمة بالنسبة لها ككارت لدخول روسيا في الأسواق الإفريقية، وده شيء مهم في الفترة القادمة. خلينا نرجع تاني للمنتجات الزراعية. حضرتك قلت لي مجموعة من المنتجات، لكن أعتقد أن بعد زيادة روسيا حصة المنتجات الزراعية المصرية بنسبة 30% هيبقى في بعض النوعيات اللي ممكن تكون في نقص عندنا فيها. مظبوط. في تحديات هنقابلها، ايه اهم التحديات اللي ممكن نقابلها في وصول مصر لنسبه 30%؟ الاول هو في حاجه واحده لازم المسؤولين عندنا، يعني سياده الرئيس جنب زياره مشكوره، الشغل اللي هيبدا بعد منه مع المسؤولين، مش بعد ما الفرح يخلص كل واحد يمشي وينسهم. ماشي. لازم رقم واحد يحاولوا تخفيض الجمارك على الصادرات المصريه عشان نقدر ننافس ونقدر نخش السوق بقوه. دي رقم واحد. رقم اتنين نجهزه بيتنا من الداخل، يعني لازم بيتنا في الداخل يجهز. الصادرات الزراعية ما يبقاش في صادرات زراعية ب 300 مليون دولار ومصنعات غذائية حضرتك ب 6-7 مليون. المفروض يبقى ضحف رقم الصادرات الزراعية منتجات صناعية. لكن هي فين؟ ليه ما حدش حب يغذي السوق الروسي؟ احنا دلوقتي في فرصة والإعلام له دور والناس ابتدت تحس بدور روسيا النهاردة. كله لما يروح روسيا ويشوف ويبقى في تسهيلات هترتفع النتيجه حضرتك. واحنا مش خايفين على فكره ان واردات روسيا تزيد، لان احنا واردات روسيا بالنسبه لنا استراتيجيه، مش بلد بتصدر لنا ملابس وبتصدر لنا تفاح وبتصدر لنا سلع ترفيهيه، هي كلها خشب وغاز وكلام زي كده. ماشي. فزياده الصادرات الروسيه لنا حضرتك ما يخوفناش لانها سلعه استراتيجيه، بس اهم حاجه نبقى قادرين على المنافسه. ما دام عندنا فرصه قويه الفتره الجايه لزياده صادرات المنتجات الزراعيه، يجب ان نكون قد المنافسه. نأمل الاتحادات كلها تشتغل المنافسه دي اللي احنا نبقى قد المعايير الجوده العالميه، لان احنا كذا مره يعني نعلق، او كذا مره او كذا دوله احنا عندنا تبادل تجاري معاها بتعلق على فكره معايير الجوده، برغم ان احنا بنسمح بمعايير جوده اقل كتير من المعايير العالميه، زي مثلا المنتجات الصينيه اللي موجوده في الاسواق المصريه اقل من معايير الجوده المتفق عليه. خلينا نتكلم مع حضرتك باشمهندس ونتكلم في جزئيه اتحاد الصناعات. ايه خططكم الفتره القادمه، خصوصا ان يعني خطوات رئيس السيسي خطوات سريعه بشان تبادل تجاري، علاقات دوليه على مستوى كبير، سواء من خلال زيارته الى روسيا، زيارته الى السعوديه، حتى السعوديه في زيارته ليها اسمرت عن شركه للسلع الواردة من مصر، وبالتالي هتشوف حصر لمجموعة السلع اللي تحتاجها السعودية في الفترة القادمة واللي ممكن تستوردها من مصر. طب هل بيبقى فيه صلة بينكم وبين الحكومة، ولا انتوا برضو بتفاجئوا زينا كده بكل هذه القرارات في التلفزيون؟ لا طبعا هناك طبعا صلة وهناك اجتماعات، ولكن خليني اركز على اهداف الزيارة. لا خليني اركز انا على الصلة. ما هو لا انا مش عايز اهداف الزيارة. لا انا خليني اخد اقول ان انا كنت حاجة، انت حضرتك عايزاني ارتب البيت من الداخل وانا لازم ارتبه. فعشان ارتبه انا النهاردة همشي على بنود الاتفاق اللي تمت ما بين سيادة الرئيس وما بين الرئيس بوتين وحكومته. ومش بوتين بس، احنا بنتكلم دلوقتي عن في زيارة الى السعودية واثمرت عن ثلاث شركات. انا خليني اتكلم في اللي انا هقدر استفاد بيه والاستيراد. طبعا خلينا اتكلم على ان احنا النهاردة اتكلم عن الطاقة، اتكلم عن مناطق صناعية، اتكلم على التعدين، وده مهم جدا. هم النهاردة احنا مش بدل ما نستورد بترول خام، هم هيجوا يبحثوا، ودي الافاق بقى التبادل التعاون التجاري والتبادل، ان هو هيجي عنده امكانيه في انه يجي يبحث وينقب عن البترول الخام اللي هو بينتجه، وهياخد بداله مواد منتجات بتروليه. فده في حد ذاته فتح مجال لمصر انها تصدر المنتجات البتروليه وتستورد البترول الخام، فيبقى هنا ما هوش عبء على الدوله ولا عبء على ميزانيتها ولا عبء على الموازنه. فده من الحاجات الكويسة. بالنسبة للطاقة النهاردة عندي ما كنتش أقدر أستخدم إمكانياته وخبرته في الطاقة البديلة، إذا كانت عن طريق الطاقة بالتوليد المفاعل النووي السلمي، وده حاجة كويسة جدا جدا. بس ده على مستوى الدولة، يعني الخطة على مستوى
أجل بعيد. هي دي البنية الأساسية طبعاً اللي هتكون عليها الصناعة. ولكن أنا حابة أتكلم على المردود السريع على الدولة على الأزمة الاقتصادية وأهمها مثلا القلاع الصناعية اللي تبع اتحاد الصناعات، وهي مثلا طبعاً مصنع الحديد الصلب اللي كان عنده مشاكل بعد الثورة وقبل الثورة، مصنع الألومنيوم وغيرهم المصانع اللي كانت يعني بداية وجود هذه المصانع أيام العلاقات الروسية المصرية أيام جمال عبد الناصر، ولكن تدهور بها الحال. طب ماذا فعلت أو ماذا فعل اتحاد الصناعات بهذا الشأن، خصوصا بعد الخبر أو بعد ما تداولت في الصحف الأفاق الجديدة بالنسبة للخبراء الروس اللي هيجوا يشاركوا في إعادة هيكلة المصانع المتعثرة؟ عملتوا إيه كاتحاد صناعات واتحاد الصناعات ده خاص بالمصانع؟ كان لسه في اجتماع من يومين في اتحاد الصناعات، وهناك تخوف من إيه؟ انقضاء خالص صناعة الألومنيوم والصناعات كثيفة الطاقة كالحديد، وذا في منتهى الخطورة لسبب لأنه ده اعتماده كلي على الطاقة، النهاردة مش قادر يشتغل. فهو ده اللي احنا بندور عليه النهاردة. إذا كنت يعني بتكلم هي الطاقة المؤثرة على المصانع، الطاقة مؤثرة جدا جدا على إنتاج المصانع لداخل المصانع. والنهاردة إذا كان عندي النهاردة هو عنده إنتاج حديد وعنده مناجم حديد وعنده استغلال حديد عندهم بكميات كبيرة جدا جدا جدا، فأنا النهاردة إذا كنت هستفاد منه المادة الخام، إذا كنت هستفاد منه الصناعات الثقيلة اللي هو ممكن فعلا يجي يطور المصانع دي ويعدها، إذا كان أنا هستفاد منه في الوقت الحالي اللي أنا بتمناه إن هم يشاركوا فيه وبجدية اللي هي مصادر الطاقة لازم يساعدني فيها، لأن من غير مصادر الطاقة احنا هنشتغل إزاي؟ مصنع وبينتج لمدة 6 ساعات في اليوم من 24 ساعة، هل ده هيكافئ بس حتى ولو كان ممكن ان احنا نقول مرتبات العاملين؟ مستحيل. فانا النهاردة بقول لا يمكن، لازم ان احنا نحرر الطاقة، ولازم ان احنا نقول تركيز الدولة الان ومشاكلها صبب بالكامل على مصادر الطاقة وازاي نقدر فعلا ان احنا نوفر الطاقة البديلة. النهاردة اتجاه للمستثمرين فردي ان اللي بيدور على انه يجيب محطة اللي يقدر يجيب يستخدم الطاقة الشمسية ولكن ده تصرف مستثمرين فردي، ولكن احنا بنقول التصرف اللي قام به السيد الرئيس في انه يتكلم على مصادر الطاقة والتعاون في الطاقة ده مهم جدا جدا، وده دور بقى الحكومة وآليات التنفيذ اللجان المشتركة اللي هي السريعة اللي حضرتك بتدوري على سرعة الأداء ما بين الحكومة وما بين اتحادات الصناعات وما بين الجهات المسؤولة والمعنية. النهاردة ازاي ان انا ادعم الزيارة الناجحة وان انا فعلا ابتدي احط كل شيء على ارض الواقع، ان احنا ما نقعدش نتفرج، لا آليات التنفيذ مهمة جدا. هو سيادة الرئيس اللي عمله انه فتح مجال وراح بزيارة، لكن اللي بعد كده ده دور حكومة، دور مؤسسات، ان انا النهاردة ازاي ان انا اقدر اجيبهم وازاي ان احنا وسريعا، يعني ما نقعدش نتكلم وبس، احنا كفايانا كلام، احنا عايزين زي ما سيادة الرئيس بيقول، انا زي ما حضرتك شفت كده اعلن عن مشروع قناة السويس وقام بافتتاحه وتاني يوم كان موجود وبيتابع، يعني مش مجرد ان انا عملت عمل عظيم جدا وسبته على الاطلاق كده ان هو ممكن يخلص ما يخلص زي ما بنقول، لا ده بيدي انطباع للمسؤولين وللمتابعين ان انا من تاني يوم وتالت يوم انا موجود والناس كلها موجودة والناس كلها بتتابع. عشان كده بنقول آلات المتابعة والتنفيذ لازم الناس تكون موجودة ومتواجدة، مش مجرد ان انا بتكلم، ازاي ان انا انمي مشاريعي وازاي ان انا احضرها. فاحنا بنقول الكلام ده مهم جدا جدا، اذا كان عندي تعدين ده مهم بالنسبة لنا كاتحاد صناعات، اذا كان عندي طاقة فده مهم بالنسبة لي، اذا كان صناعات ثقيلة فده مهم بالنسبة لي، اذا كان معدات كهربائية وآلات كهربائية فده مهم بالنسبة لي جدا جدا، وده تتميز به روسيا جدا جدا جدا، واحنا بندور على اللي هي القيمة النسبية اللي عنده ايه، هي دي. هو عنده معادن كتيرة جدا، عنده ذهب وعنده بلاتين وعنده قصدير وعنده زنك وعنده حديد، عنده كل شيء يعني، ويتميز بها في مناطق روسيا بالكامل. بس مهم يكون في خطة مصرية مطروحة من خلال الاتحادات من خلال رجال الأعمال علشان يبقى في خطوات سريعة. لكن فضل 3 دقائق أو 5 دقائق تقريبا على نهاية البرنامج، رسالة سريعة من حضرتك أستاذ عز للحكومة للرئيس
لان حضرتك قلت لي في لسه مفيش تواصل يعني مفيش في معوقات. عايز يعني اختصر رسالتك في ثلاث مثلا نقاط اربع ماشي. نقاط سريعه وبرضو بنفس للمهندس لو عايزين ان يبقى في استثمار في مصر ويبقى في شغل في مصر والدنيا تمشي بصرف النظر عن الزيارات وعن 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 هي كلمه واحده تتمحم القاموس المصري الروتين بمفهومه المصري اللي هو البيوقراطيه. بمعنى ايه؟ المفروض بعد الخطوه السريعه اللي عملها سياده الرئيس وايضا رئيس الحكومه واعلم عن ان المسؤولين حضرتك اللي ورا الرئيس يشتغلوا بنفس الكفاءه وان يزجوا في القاطره ماشي. لو انشالت الكلمه دي حضرتك مصر كلها هتعمر. بس في لجنة المجال فيها في لجنه لتعديل القوانين بدات بالفعل من خلال رئيس الوزراء يا استاذ. يعني ايه اقتراحاتك؟ المجال فيها ياخد كلام كتير للاسف فمش هقدر اكمل. شوف تجاره الترانزيت والميزه النسبيه في مصر عندك لم تستغل بدولار واحد. شوف في دبي حضرتك 98% اصبح بدخلها منين؟ من تجاره الترانزيت ومكن عليها من صناعه وخلاف و و و سياحه ماشي. 2% اصبح من البترول بس. ليه ما عندكش تجاره ترانزيت رغم الميزه النسبيه في المكان؟ عرب شرق وغرب افريقيا انت في شمالها عندنا. حضرتك اوروبا من يومين لثمان ايام، روسيا خمس ايام، ما بتعملش تجاره ترانزيت بدولار واحد. ما سالناش نفسنا ليه؟ لان السلع الغذائيه في دبي بتطلع في 20 دقيقه عند حضرتك في 20 يوم، وحد يعارضني تستورد عربيه في دبي خمس دقائق ست دقائق، في مصر عندك ثمان ايام، الدقيقه عندهم باكثر من يوم عندنا. حلقه ثانيه بقى ويعدي حلقه ثانيه. حضرتك طبعا انا 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 اللي يهمني في الاجراءات اللي المفروض تتخذ دلوقتي الحكومه عشان تتواصل معاكم أستغل عشان تنفيذ الاجراءات سريعا. حضرتك انا لازم استغل القوه الهائله التي تتمتع بها والخبره التي تتمتع بها رئيس الحكومه المهندس ابراهيم محلي ونشاطه المثمر في الفتره السابقه انه فعلا هو اللي في ايده الحل، ان مع الوزراء المعنيين سواء الاستثمار او الاقتصاد او الزراعه او ده لازم يكون هناك برنامج واضح للحكومه في التبادل الصناعي والتجاري والاستثماري بالنسبه بيننا وبين روسيا وبالنسبه بيننا وبين السعوديه وبالنسبه بيننا وبين الزيارات القادمه لسياده الرئيس. فاحنا النهارده بنقول لا، النهارده لازم نستخدم المهندس ابراهيم محلب وحكومته في انها ازاي انها تقدر تتحرك، ازاي انها تقدر تتحرك على ارض الواقع وتحدد فعلا المشاريع في وجود اتحاد صناعي قوي برئيسه بالغرف الصناعيه. اذا لازم يكون هناك تواصل ما بين الحكومه وما بين رؤيه الرئيس وما بين المنفذين بقى سواء اتحاد الصناعات تعديل او اتحاد السلع الغذائيه. ثانيه حضرتك، انت حضرتك ذكرتي تعديل القوانين. حضرتك انت حضرتك ذكرتي تعديل القوانين. قبل تعديل القوانين لازم يكون هناك استشارات من رجال الصناعة ورجال الزراعة في التشريعات. طب احنا ننتظر بعد الرسالتين دول هي التشريع الرئيس ده في تشريعات تقنينية يبقى عنده الخطوة والمبادرة باجتماع مع اتحاد الصناعات واتحاد السلع الغذائية وأيضا اتحاد الغرف التجارية بشأن هذه المشروعات الجديدة. بنشكر الأستاذ عز الدين جودة في عضو في مجلس السلعي وأيضا بنشكر المهندس السيد البدوي عضو اتحاد الصناعات المصرية وبشكر حضراتكم وبإذن الله الأسبوع القادم ملف آخر جديد نفتحه من ملفاتنا الاقتصادية. إلى اللقاء.